سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. حيث اعلنت وزاره الصحه اعلنت في اخر احصائيه لها تسجيل 25 حاله قائمه جديده، منها 10 حالات لعماله وافده و13 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى حالتين قادمتين من الخارج. في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال اليوم، فيما أعلنت الوزارة تعافي 36 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 305 حالات.